شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمه الاداريه الجديده شهد مراسم التوقيع على البرنامج الاطاري لنطاق عمل منظمه الاغذيه والزراعه الفاو في مصر، ياتي برنامج عمل منظمه الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الاولويه لاطار الامم المتحده للتعاون من اجل التنميه المستدامه، وبما يدعم الحكومه في تحقيق اهدافها التنمويه، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعيه وخطط العمل والمنصات الوطنيه والمبادرات الرئاسيه.